البرنامج يسره أنه يستضيف في حلقة الليلة الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب. حقيقة يا أستاذ عبد الوهاب يعني إحنا سعداء جدا أن حضرتك معانا في البرنامج النهاردة. شكرا. وأولا في حاجة يعني اللي عايزين نسأل عليها اللي شفناها أخيرا بالنسبة للأغنية اللي بيغنيها أكتر من مطرب واحد، يعني شفنا مثلا أن أغنية لا تكذبي غنتها نجاة صغيرة وغناها عبد الحليم حافظ، فمش عارفة يا أستاذ عبد الوهاب إيه رأي حضرتك في الحكاية دي، وهل يعني هي مفيدة بالنسبة للحن نفسه وبالنسبة للناس وبالنسبة للملحن؟ طبعا هو بلا جدال أن يعني اللحن اللي بيتأدى بأكتر من صوت لا يخلو من مزايا، مزايا كثيرة، يعني مزايا للجمهور وللملحن وللمطرب وللفن في ذاته. فمثلا كلنا نعرف ان كل مطرب له جمهور يحب صوته، وفي بعض الاحيان الجمهور ده بيتمنى انه يسمع من هذا الصوت لحن معين يكون بيغنيه مطرب اخر. فبالطريقة دي طبعا هنتيح فرصة للجمهور بانه يسمع اللحن اللي يعجبه من الصوت اللي يعجبه. فادي مزية مثلا ده بالنسبة للجمهور، ولسه كمان وفي برضو للجمهور. والمزية الاخرى اللي انا بعتقدها انه بالنسبة للجمهور مش مجرد سماع اغنية من صوت، ده بيسمع عقول، لان كل مغني له مفهوم وله مشاعر وله تأدية وله ذكاء. فالواقع الجمهور هنا مش بيسمع بس لحن وصوت، بيسمع عقول، مبلغ مشاعر مغني عن مغني وذكاء مغني عن مغني وتأدية مغني عن مغني. كل دي متعة برضه. وده كمان انا بعتقد انه بيربي في الجمهور حاسة جديدة، وهي حاسة الحكم، حاسة القضاء. يعني اما الجمهور بيشوف الفوارق دي بين صوت وصوت وتأدية وتأدية وذكاء وذكاء وعمق وعمق، بيحس او بتتولد فيه حساسية جديدة، وهي حساسية الحكم. وبيقدر هو نفسه بقى يبتدي له دور، يبقى له دور في الموضوع، انه يشوف مين اللي غنى احسن، مين اللي ادى احسن، مين اللي فهم الاغنية احسن الى اخره. وبالنسبة للمطرب يا استاذ عبد الوهاب، ولو ان ده طبعا بالنسبة للمطرب المنافسة وحب الاضافة وحب الامتياز بلا جدال، دي برضو افتكر لها قيمتها. لكن الواقع ان مش دي الفائدة الكبيرة. انا بعتقد ان الفائدة الكبيرة، الفائدة الفنية، هي اما موزعين عديدين يتناولوا اغنية واحدة بالتوزيع، لانه هنا بيحصل تغيير في الجو كله، الجو القطعة كلها بتتغير، لانه بتبقى ذات الملحن، ذات الموزع وشخصيته بيبقى لها دور كبير جدا في تغيير جو اللحن كله، خصوصا واذا احنا حسينا بان كل حقبة من الزمن بيبقى لها مفهوم للتوزيع. فلو موزع مثلا تناول لحن بعد كذا سنة هيوزعه بشكل يختلف جدا. واحنا دلوقتي مثلا فيه مثلا التانجو، التانجو ده مثلا قالب من الغناء الرقصي، معروف بانه قالب حالم جميل كده ورقيق وعاطفي. وحتى افتكر في المحلات اللي بيرقصوا فيها الناس بتبقى مولعة كلها، وييجوا لغاية التانجو ويطفوا الانوار ويخلوا نور خفيف خافت عشان يعني بقى الناس تحلم وتتخيل الى اخره. وكان ده بيستلزم ان الالات اللي بتعزف التانجو مثلا الات كلها رقيقة جدا زي الكمانجات، الات وترية وفصيلتها، وزي الاكورديون وفصيلته، ودي كلها الات رقيقة ولطيفة جدا. حصل مفهوم جديد جدا. دلوقتي مثلا بنشوف ان التانجو بيتوزع بالات نحاسية،
الآلات النحاسية اللي هي المفروض فيها آلات ضخمة عنيفة بتقول الحاجات العنيفة وبتعزف الجمل اللي فيها حرب وفيها بتاع الآن بتوزعها، فده مفهوم جديد خالص. طب يعني أستاذ عبد الوهاب إن الأغنية مثلا لما معناه إن لما يغنيها أكتر من مطرب لازم توزع لكل مطرب؟ هي لا تكتمل إلا بهذا. يعني أنا من رأيي إن الآن كون دي خطوة أولى إن مطربين عديدين يغنوا أغنية واحدة، لكن الخطوة التالية وهي المهمة إنه أكثر من موزع، ثم إن دي بقى لها فايدة كبرى جدا على نفسية الملحن. فالملحن أما بيتناول أغنية ويلحنها إحساسه بإنه هذه الأغنية هتعيش شهر أو شهرين أو ثلاثة مش زي ما يكون إحساسه بإنه هذه الأغنية هتعيش سنة وسنتين وثلاثة وعشرات السنين، لأن ده بيطيل في عمر الأغنية، لأنه كل حقبة من الزمن أو كل كم سنة أما بتتاخد الأغنية تتوزع بتتوزع بمفهوم جديد خالص، بحيث أنها تبقى في جدة دائما في جدة مستمرة. فقطعا الملحن حيعتني أكثر وحيحس وحيطمئن على حياته أكثر وحيجيد أكثر، لأنه هتبقى محسوبة عليه، مش هيبقى حاسس بأن الأغنية هتزول من حياته بعد شهر أو شهرين وهتتنسي، لا دي هتفضل في أرابيزه عشرات السنين، فقطعا حياتني في كونه يجيد فيها. طب أستاذ عبد الوهاب يعني اللحن مثلا نفرض انه لحن متلحن لمطرب معين او لمطربة معينة، يقدر اي مطرب تاني يأديه؟ مش دايما مش دايما، يعني هي الاصوات فصائل 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 وانواع، فاذا كان لحن يوافق فصيلة واحدة من اثنين مطربين او مطرب ومطربة، إذا كان الفصيلة دي من حيث الـ 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 الفن يعني المقامات اللي في صوت كل واحد الفنية أو في الروح، ما فيش مانع ليه لا.